في ظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأنبار، سارع المواطنون إلى اتباع الطرق الوقائية، خاصة أثناء خروجهم للتبضع، كارتداء الكمامات والكفوف لإعادة المحافظة كما كانت خالية من الإصابات. نشوف الحمد لله وشكر محافظتنا ملتزمة بهذا الموضوع. يعني هسه احنا بأحد المراكز التسوقية نشوف يعني المركز التسوقي مخلي عمال من يدخل المواطن ينطوه تعقيم، وإذا ما لابس كفوف ينطوه كفوف، والمواطنين لا الحمد لله ده نشوفهم كلها ملتزمة بالكفوف والكمامات، والأكثر ملتزمة بالحظر. يعني هسه ده نشوف الشوارع فارغة بس للحاجات الضرورية ده يطلعون العالم. احنا مش ما كنا ملتزمين وحريصين، ان شاء الله الله يعجل في انتهاء وقضاء الأزمة والجائحة كورونا ان شاء الله تخلص. اصحاب محال المواد الغذائية التزموا بتطبيق الإجراءات الوقائية، وأصبح تعقيم الداخلين للأسواق واجبا إلزاميا، والتأكيد على لبس الكمامات حفاظا على الصحة العامة وتنفيذا لمقررات خلية الأزمة. والله إجراءات الوقائية أول شيء خلينا تعقيم بالباب، ثاني شيء عقمنا العربين اللي تدخل تطلع، ثالث شيء نصيحة للمواطن ننصح أنه لازم من الطب الماركت تلبس كمامة وتلبس كفوف وتعقم إيدك. وبحسب مراقبين أن أزمة كورونا سوف تأخذ وقتا طويلا في ظل تزايد الإصابات وعدم وجود دواء أثبت فعاليته في القضاء على الفيروس. من الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.